سيدتي سادتي، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في قناة ولدية بركان، القناة الحقانية. أتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، وما خصكم حتى شي خير إن شاء الله. في هذا الفيديو اليوم نترقوا بزاف ديال المسائل، غنترقوا للجلسة ديال الأخت الشيفورة، وشنو دارت اليوم لبنى، وهذيك الفضيحة ديال القرن اللي هي العارضة. اخواني اخواتي، مرحبا بكم مرة اخرى في هذا الفيديو الجديد. غادي نبداو ان شاء الله بالجلسة اللي كانت اليوم ديال الاخت المحترمة الشيفورة. هاد الاخت المحترمة الشيفورة كتنها اليوم الجلسة اللي كملت بمداولة. فهاد المسلسل غادي يكون طويل 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 بزاف بزاف، ولا غادي يكون يتعذب فيه بزاف هو الاخت الشيفورة، لان الانسان يكون يعني بين الحكم وبين يعني انه غادي يكون في صراح، فيكون مغلمو عقليا يكون ماشي حتى تما. نطلب الله سبحانه وتعالى انه يصبرها وانه يفرج عليها باش ترجع للعائله ديالها، باش ترجع البنيات ديالها اللي كيسناوها مساكن بحرقه وكيبكيو الليل والنهار، باش انهم يعني الله سبحانه وتعالى يشوف من حالتهم، لان هذيك البنت الكبيره اللي هي في مسكينه حاله ماشي حتى تما حاله صحيه، يعني ماشي حتى تما مريضه مسكينه بمرض مزمن. نتمنوا لها الشفاء ونتمنوا من الله سبحانه وتعالى ونطلبوا الله في كل ركعه وفي كل سجده انه ان شاء الله يفرج على الشيفورة. كذلك نهضروا على الاخت لبنى اللي مشات اليوم تزور السي محمد بوكريشا. كما شفتوا وريت لكم بانها دات له الكسوه ما يلبس، وانها بعض الكسوه عندها الحق تدخلها وبعض الملابس ما عندهاش الحق تدخلها كالملابس الرياضيه، وهذا ناتج على انه كل واحد كيكون يعني محب للفريق، ويمكن ما كيبغوش يعني المشاكل يكونوا داخل السجن. لهذا فهما يعني البوليس ما خلاوهاش تدخل واحد الكسوه ديال سبور. كذلك غنهضروا على القضيه ديال حنان. حنان الصراحه انا تصدمت في هذه المره هذه، كنا كنشوفوها بواحد الوجه كتقول ملائكه، ولكن بنهار فتحت هذه القضيه ديال الاوديوهات شفنا على واحد الوجه اخر اللي هي كيبين لك في واحد الوجه اخر اللي هو وجه شيطاني. فهاد المره هذه زايده وزايدة في هذه الحالة نتاع انها كتعدى على الناس، كتكلم مع الناس في الهاتف وتبقى كتسجلهم. علما كما قلت لكم في واحد الفيديو هذا واحد 3 ايام انه قانونيا قانونيا المسطرة المغربية والقانون المغربي ما يخول حتى لشي واحد، يعني ما كيعطي الحق حتى لشي واحد انه يسجلك سواء في مكالمة هاتفية سواء في تسجيل يعني اوديو او فيديو، ويطلقك في مواقع التواصل. قانونيا ممنوع، واللي يقوم بهذا العمل هذا يقدر انه ذاك الانسان اللي تسجل الصوت ديالو او الفيديو ديالو يقدر انه يتابع ذاك الانسان اللي سجله، ويقدر انه المحكمه تحكم عليه بألفين درهم حتى لعشرين الف درهم، 200 ألف حتى لجوج ملايين يعني سنتيم، ويقدر انه يمشي للحبس من سنة حتى لثلاثة او من سنة الى خمسة، ما عنديش عقل مزيان، ولكن من سنة الى ثلاثة او من سنة الى خمسة. فهاد الخدمة هادي اخوان اللي راكو ديروها خرجتوها لامود، انسان كيتكلم معكم نتوما كتسجلوا فيه وكتنشروا في مواقع التواصل، انا كنقولها لكم وكنعاودها لكم، هاد الخدمة هادي راه خدمة ديال الشياطين ونتاع المجوس ونتاع الكلاب. كيفاش يخليك النفس ديالك او تخليك النفس ديالك والقلب ديالك انه واحد صاحبك او واحد صاحبتك تاكل الملح ديالها تشرب الماء ديالها وتصورها باش انك تشوهها؟ وهاد الحنان مازال الدوس ديالها طويل وطويل، ياك ما عند بالها مسكينة حطت الاوديو للشرطة وحسب لها راها ربحت القضية. هاد الأوديوهات اللي كنت تسمعوهم راه واحد الأوديوهات خطيرين، غادي نشوف فيهم ديجا أولا
بزاف ديال القنوات اللي هما عندهم واحد ليد في هاد الاوديوهات. ولما تبقى تخرجوا عينكم في الكواليس او وراء الشاشه، لان واخا تخرجوهم نهايه التخرج غادي تكون تدخل خرجوهم، غير خرجوهم ولكن تجي واحد غادي تدخلوهم. القضاء مراش نعس، والقضاء فوق الجميع، ونحن نحترم القضاء. كنهضر على نفسي، انا احترم القضاء، والقضاء فوق راسي باش نكونوا واقعيين. لان هاد الناس هادو ولينا نشوفوهم كيديروا شي صوالح، يعني بحال الدنيا راهي سايبه، بحال الدنيا راهي سايبه، غير واحد دخل بيديك وبرجليك. لا سيدي، كان واحد القيس عالم اليوتيوب دير فيه اللي بغيت، اما اليوم فهو مكونترولي بالشرطه الالكترونيكيه، يعني اي حاجه ديرها الا محسوبه عليك. باش نجيو من الاخر، راه اليوتيوب غادي يمشي لنا ناس اللي نمشيو فيها، وهادو اللي نمشيو فيها الاولى هما القنوات اللي عند بالهم بلي راه الحاله راهي دخل بلي بوت ديالك. لا سيدي، لا سيدي، حنا هادشي ما كنبغيوهش. باش انكم تخرجوا اوديوهات وفيديوهات وتشوهوا القضاء وتشوهوا المراه المغربيه والرجل المغربي، فانا كمغربي وكبركاني حر، فانا ضد هاد المساله هذه. وحنان بلا ما تخرجي في عينك ولعبها زعما راكي شي حاجه، راكي والو، راه غادي يبدو بك انت ان شاء الله. وهذوك الاوديوهات اللي بارطاجيتوهم بيناتكم غادي قاع تمشيو فيها، كلشي غادي يمشي فيها، لان انتم هاد الناس هادو ما وليتوش تخافوا لا من الحبس لا من ربي لا من القانون. وهذوك الناس اللي حطوا هذيك العريضه، هذيك العريضه اللي اصلا كضرب في القضاء، فانا نقولكم واحد الحاجه، وجدوا لسانكم، وجدوا لسانكم. الناس اللي كيسنيوها راه بحال دوك الناس اللي حطوها كيف كيف، لان راه كتقراو وكتشهدوا بلي داكشي اللي مكتوب في هذيك العريضه بانكم داكور معاه. وهذيك العريضه انا شفتها البارح حنايا، وراني تيليشارجيتها عندي في التليفون. هذيك العريضه ماشي مزيانه، لان اصلا الناس اللي قراوها غادي تشوفهم في التالي كاع كتقولوا بانها الام ديال يسرى، بانها يعني دفعت شكايات وهذه وهذه، والقضاء يعني ما دارش خدمته، يعني كتردوا العيب في القضاء، كتضربوا في القضاء. والحاجه الثانيه اللي هي خطيره في هذه العريضه هذه، انكم حطيتوها في واحد الموقع لأي واحد في العالم يقدر يدخل ويشوفها. هذا يعني انكم زدتوا وبغيتوا تشوفوا البلاد ديالنا. علاش يا سيدي؟ علاش تشوفوا لنا هاد البلاد؟ حنا بلادنا زينه، حنا دابا الحمد لله بلادنا مخيره سيدي، بلادنا تاش فوق راسنا. نحبوا الوطن ديالنا، نحبوا الملك ديالنا، ونحبوا الشعب ديالنا. لهذا انا كنقول ديما شعاري الوحيد الله الوطن الملك. الواقع هو هذا. اما ذوك القنوات اللي راكو لاعبينها كولومبو ولاعبينها كتقفزو وتفهموا في القانون وتطيروا في المقله، فالخبر يجيبوه التوالى، الخبر يجيبوه التوالى ان شاء الله. كما تبقاوش تدسو، راه بعض القنوات راه بداو يتكمشوا، بداو يردوا العيب في فلان وفلان، سمعتوا؟ ومنهم هذيك اللي في بلجيكا، ديك القشاويه قالك تخرج العيونين وهادي 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 وهادي، صافي وصلت الحراره للجسم ولا تكمش، ولا تقول لكم لا انا قلت لكم، انا قلت لكم ما ديروش هكا، انا قلت لكم هادي، انا قلت لكم هادي، انا قلت لكم هادي، وقاعد قلت لكم وقلت لكم
راه الاوديوهات التوالا اللي حطيتهم في هاد الايامات كلشي مسجل، ماشي عندي انايا. راه ما تخافوش بيا، سمعتوه؟ خافوا من القانون، لان نقولوا الصراحه هاد اليوتيوب وهاد مواقع التواصل كما كنقول الوالد ديالي الله يرحمه داروا العينين اللعمة. سمعتوا؟ داروا العينين اللعمة. هذا كيعني انكم تلقيتوا واحد الحريه وواحد لا ليبرتي اللي ما كانتش عندكم من قبل، ولكن الحمد لله انه القانون يتبدل، وانها السلطه المغربيه ديالنا والقانون المغربي كيكونترولي كاع القنوات بيا وزيد. ولكن انا الحمد لله ما عندي علاش نخاف، لان ما كنقول حتى شي حاجه، وكان نحلل هذاك الشيء اللي كنشوفوه في المواقع. وانا اصلا ملي كندير شي فيديو كندير ديما الاخبار مؤخرا، يعني يخرج بها فلان وفلانه وفرتانه وحدهم وفاطمه وحلومه، هاد باش نخرج نقولها هنايا. علاش؟ باش ما نتاحش المقله متقله، باش ما يقولوش لا واحد البركاني واحد فلان ما فلان راه هو اللي خرج لنا بهاد الكلمه. لا سيدي، انا ما قلت والو، انا كنبحث كنشوف، بحثت على العارضه حتى تلاقيتها، تحت في الاوديوهات حتى تلاقيتهم، وهي هذيك. ولكن الكلمه الاخيره والكلمه التي نحترمها هي كلمه القضاء، الشرطه اللي كتقوم بواحد العمل جبار يشكرون عليه. اما هذوك بانو خاما قشاويه حنان بانو شي باكوا هذه وهذه، كل شيء ساعتكم غادي تكمل. بلا ما ننسى بهاد القنوات اللي دايرين فيها، رانا زعما ما درنا والو ولا حتى هما داخلين فيها هاد الاوديوهات وهاد المصائب اللي كديروا للناس ودخلوها للحبس. راه عيب، عيب انكم تظلموا، وعيب انكم تاكلوا في طبسي واحد وتخرجوا وتشوفوا ذاك الانسان. والله الا عيب، ما نهضروش على القانون ولا على هادي، نهضروا يعني غير هكا انسان من حيث الانسانيه. عيب انك تاكل مع واحد السيد وانت تحفر له باش تردمه، والله الا عيب، عيب اصاحبي، حشومه حرام. حنا اللي خلص علينا غير بلاد القهوه في المثل، كنا معاه في القهوه وخلصنا القهوه في وفقاش ما نشوفوه تحيه، رغم انها غير قهوه ولكن كنستعرفوا بالناس، كنستعرفوا بالناس. انتم لا، انتم الاوديوهات لازم يهضر معاكم، انتم تسجلوه. هذاك الشيء علاش انايا ما بقيتش كنتصل بهاد اليوتيوبرات، حيت علاش؟ ديجا اصلا ما كنقول والو، وثانيا ما بغيتش يوقع لي شي مونتاج ولا شي دفيش ولا هادي وتلعبوا لي بلا ميموار ديالي. انا عندي بعض الاصدقاء، السلام السلام عليكم مبروك عليك كذا وعليك كذا عليك كذا، السلام عليكم، ما كنهضر في دواسه مع هاد اليوتيوبرات ما والو. بالتالي بخير بخير، السلام السلام عليكم مبروك، الله يبارك فيك وكنت معك. وهذا الشيء بلا يخوف ولا يخوف، ولا الناس كتمشى بجوج ديال لي بورتابل، واحد كيهضروا به والاخر كيسجلوا به. علاش؟ شنو هي الفائده عندكم تشوفوا واحد الانسانه اللي نتوما عارفينها؟ مازال انا يعني من فرنسا ما كنعرفهاش، والله ما كنعرفها، ولكن بقات فيا شكون؟ بقات هذيك البنت ديالها اللي خرجوا اليوتيوبر تقول لك مسكينه فيها مرض، يعني مرض خطير مدمن، كما الاخت لبنى. علاش باغي مسكينه دخلوها للحبس وهي عندها بنت عاد صبيه ملائكه؟ علاش؟ اش غتربحوا؟ اش غتربحوا في المثل غدا من يقول لكم القضاء حكمت المحكمه على لبنى بالسجن؟ اش غتربحوا؟ غادي يخليكم عقلكم تنعسوا؟ ايوا اش نقول لكم، انا بعدا ما كنبغيش نظلم الناس، انا بعدا ما كنبغيش نظلم الناس. واصلا ما نخرج نهضر في شي يوتيوبر مرا او راجل حتى نسمع بودنيه. اما قالوا قلنا نحن هم هنا داك الصف والتحويل ما عنديش معاه،
اما انتوما خرجتوا صاحبي راه فضيحه صاحبي انتوما. والله صاحبي لا فضيحه وبنادم صاحبي وليتو تهضروا معاه وتسجلوه وكتجبروا لسانه كتجبروا لسانه باش انه غير يقول شي كلمه فين تردموه وراه عيب الانسان اللي راه عيب الانسان اللي راه حتى ما راهش للدين والاسلام وهادشي كامل غير على غير ذوك الاطفال الى غير ذوك الاطفال مساكين هاي فما هاد الشي فوره انا كنحترم يعني الحكم ديال القدر هذا ما عنديش فيه شك ولكن نتوما هاد الناس هادو اللي زعما دخلتوا الحبس اش ربحتوا وانتوما عارفين احسن مني انا عارفين بلي عندها بنات وهي اللي كتخدم عليهم ديجا يعني بالسياقه شي فوره وكتخدم على مسكينه بالقناه ديالها اما دارت شي حاجه اللي انا ما عارفهاش ف تستاهل باش نكون معكم واقعي انا بلادي تاشفوا راسي نموت على البلاد ديالي ها والدليل شوفوا مورايا الاعلام كبير وعلامات صغرها ديما 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 بلدي ها الحمد لله احبك يا وطني ها مغربي بركاني حر احب وطني ها وطني العزيز اخوتي اخوتتي ايها الرائعون ايها الرائعات خافوا الله واختكم هذا القول ما تبعوش هاد الشياطين ما تبعوش هاد شياطين الانس اللي راهم يغرقوا الامهات الرجال يغرقوهم بدون سبب كنهضر على اليوتيوبرات لان هاد اليوتيوبرات الا جينا نتبعوهم وإلا جينا نسمعوا الآراء ديالهم راه كلشي يدخل الحبس كلشي يدخل الحبس كنهضر على القنوات ديال الانتقاد انا نقول لكم عقلوا الكلام مزيان راه بشحال من واحد راه حاس براسو راه مهني ولكن لا القانون وهذوك البوليس الله يعزهم الله يحفظهم ما راهمش ناعسين واي واحد تجرأ له النفس ديالو شاهد تجرأ له النفس ديالو انه يضرب في الام المغربيه المحترمه وفي الرجل المغربي المحترم وفي الوطن ديالنا وفي القضاء ديالنا وفي الشرطه ديالنا الشرطه منها العسكر الدرك الملكي قوات المساعده يعني كل شيء اللي كنعتمدوا عليهم واللي كيامنوا الوطن ديالنا الحبيب واللي كيخلينا نهودوا لبلادنا بعز وكرم وكنقولوا الحمد لله مشينا ما صرنا حتى شي حاجه الحمد لله ما تكريسينا ما تعداو علينا ما والو لان علاش لان الامن وقف الله يجزيهم بخير وصاحب الجلاله الملك محمد السادس الله يحفظه والله ينوره والله يشافيه والله يعافيه والله يغلبوا على الاعداء خوتي خواتاتي ما نطولش عليكم طلبوا من الله سبحانه وتعالى انه القضيه ديال الشفوره الا ما دارتش علاش انها ان شاء الله في 19 10 عندها الجلسه نتمنى والله سبحانه وتعالى انه تلقى الصرح ديالها كما قلت لكم اللي دار علاش يستاهل العقوبه والقانون فوق الجميع والقانون لا يحمي المغفلين خوتي خواتاتي نخليكم الى فيديو جديد ان شاء الله شكرا لكم على تتبعكم لهذه القناة المحترمة شكرا لكم على كل الكومنتات وعلى كل اللايكات الله يبسمكم بالخير ونخليكم على خير ونقول لكم إلى فيديو جديد إن شاء الله ونشوفكم على خير السلام عليكم